لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات الدورة ال 14 لمهرجان دبي السينمائي الدولي، وبالتحديد من النسخة العربية الثانية لمبادرة نجوم الغد. ودي المبادرة اللي بتتبناها مجلة سكرين انترناشونال البريطانية لاختيار ودعم المواهب العربية في عالم صناعة الأفلام، وكانت نتيجة المبادرة النتيجة انهم اختاروا المخرج العراقي أيمن الشطري والفنان المصري أحمد مالك من أفضل المواهب. لما كنت صغير كنت كل شيء حابب أفلام كرتون، جيت أتمنى أصير مثل جليندايزر. وضمن الاختيارات أيضا كان المخرج العراقي أيمن الشاطري، وهذا بعد نجاحه في فيلم الساعة الخامسة، وشايف أنه مشاركته بالمبادرة أضافت له الكثير في مشواره. مسؤولية ودافع أكبر لتقديم مشاريع المستقبلية بصورة أكبر من المشاريع السابقة، يعطيني ثقة أكثر، يعطيني ترويج أكثر لأفلامي، بيسلط الضوء على أفلامي أكثر. وأيضا شايف أنه مهرجان دبي بيخطو خطوات ناجحة سنة بعد سنة. تطور في الأفلام، خصوصا الأفلام العربية اللي تتطور أكثر فأكثر، كمخرجين عرب يعني يطمحوا أكبر في يعني في صناعة الأفلام، وده تزيد الأفلام العربية شيء فشيء.